تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. وتواصل منافذ أمان توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتاحتها المبادرة، والتي تصل إلى 60%. وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من شهر مارس الماضي، ومنذ بدايتها وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية. أنا شايفة في اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريباً. المبادرة دي شغالة وعرفت إنها مكملة للعيد، كل سنة طيبين. ما شاء الله الحاجة حلوة قوي، حاجة نظيفة جداً وأسعار في متناول إيد الجميع يعني. الأسعار أحسن بكتير من برة، وطبعا توفير السعر دوت في المبادره بيخليني اقدر اشتري كل اللي انا عايزه. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه ومنافذ اقامتها الوزاره بالاشتراك مع كبار الموردين والتجار تشارك في هذه المرحله، ومع مد فعالياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها. احنا اصرينا ان احنا نشترك في المبادرة، وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم إن إحنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بأفضل أسعار. وفرة كبيرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي أثرت على أسعار السلع، وهو ما أشاد به المواطنون. إحنا بنيجي مخصوص عشان المبادرة ديت، وإن هي أسعارها أقل من العادي. الزيت سعره كويس جدا، والرز كويس جدا، كل حاجة جميلة جدا عن بره، والأسعار كويسة جدا. جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمكرونة والرز، الحاجات رخيصة تبع المبادرة. صراحة يعني مش محتاجين أي حاجة كده، يعني أنا خدت بأسعار أحسن من بره كتير. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. بصراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان، لأن في تفاوت في الأسعار ما بينها وبين بره، ده طبعا بيتيح لي إن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما أنا عايز. نشكر وزارة الداخلية برضو على المبادرات والأسعار اللي بتنزلها لنا، سواء اللحوم أو السلع التموينية. أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في التخفيف كثيرا عن كاهل الأسر المصرية مع الارتفاع في أسعار السلع تأثرا بالمتغيرات الدولية، بتوفيرها كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة. تتسم السلع المعروضة في إطار مبادرة كلنا واحد بجودة عالية ووفرة كبيرة في المعروض، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي أتاحتها المبادرة والتي تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.